اختارت الدول الأعضاء 168 في المكتب الدولي للمعارض الأربعة المدينة الفائزة بحق استضافة معرض إكسبو 2020 الدولي في منافسة بين دبي الإماراتية مع أزمير التركية وساو باولو البرازيلية وإيكاتيرينبورغ الروسية ذات الأبعاد الاقتصادية والرمزية المهمة. وصوت المندوبون المشاركون في الجمعية العمومية 154 للمكتب الدولي في باريس خلال اجتماعهم في اقتراع سري بعد مشاركتهم في جلسة صباحية لتقديم المدن المرشحة عروضاً عن مشاريعها، وكانت دبي صاحبة الحظ الأوفر في هذه المنافسة. وقامت الدول الأربع المشاركة الإمارات، البرازيل، تركيا وروسيا بحملات مكثفة لإظهار مزايا المدن المرشحة، وهي أربع مدن تشهد ديناميكية اقتصادية لافتة. وفي هذا الإطار عولت دبي على تقديم صورة مختلفة عن عالم عربي متسامح ومنفتح قادر على مواجهة تداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط والانتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان عدة في المنطقة. وقالت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي المسؤولة عن ملف الترشيح: حصولنا على شرف استضافة المعرض سيشكل سابقة للعالم العربي وكذلك لإفريقيا وجنوب آسيا اللذان تقع دبي بينهما. وفيما يعاني العالم العربي من انعدام الاستقرار والنزاعات وغالباً ما يوصم بصورة سلبية، أكدت الوزيرة الإماراتية أنه بإمكاننا أن نثبت بأنه بوسعنا أن نقوم بأمر مختلف وإيجابي. ودبي التي كانت حتى منتصف القرن العشرين مجرد ميناء صغير تحت شمس الخليج الحارقة باتت القلب النابض للاقتصاد في الشرق الأوسط، إذ تحتضن أكبر مطار وأكبر ميناء في المنطقة وتقوم ببناء مطار جديد يفترض أن يصبح الأكبر في العالم مع قدرة استيعابية تصل إلى 160 مليون مسافر في السنة. كما باتت تحتضن على أرضها أعلى برج في العالم وعددا من أفخم المراكز التجارية والجنوبية الجزر الاصطناعية، وهي تستقطب حوالي 10 ملايين سائح في السنة. يشعر السياح الذين يرون للمرة الأولى المعلم الصخري أولورو في قلب الصحراء الأسترالية برغبة جامحة في تسلق هذا الجبل الصخري، وتحاول السلطات مع السكان الأصليين كبح جماحها. وهذا المعلم الصخري المعروف أيضاً بإيرز روك هو موقع مقدس بالنسبة إلى السكان الأصليين الذين لا يتسلقونه ويريدوا ألا يفعل السياح ذلك أيضاً. كما أن 35 شخصاً لقوا حتفهم خلال عملية تسلق المعلم الصخري المحفوفة بالمخاطر بالرغم من إرساء سلالم في الستينات. وقد تصل الحرارة في محيط المعلم إلى 45 درجة مئوية وتعصف رياح عاتية بالقمة التي ترتفع 348 متراً عن سطح الأرض. وكتبت التعليمات التالية على لافتة بلغة سكان المنطقة وست لغات أخرى: أولورو مقدس في ثقافتنا ويمنع تسلقه بموجب قوانيننا التقليدية، ونحن مسؤولون عن سلامتكم وتصرفاتكم بصفتنا حراس الموقع المقدس. وقد توفي الكثيرون وأصيب آخرون بجروح ما تسبب بحزن شديد. وتسعى السلطات إلى منع تسلق هذا الجبل الذي يتغير لونه بحسب أوقات النهار منعاً تاماً لأسباب خاصة بالسلامة واحترام الثقافة والحفاظ على الثروتين النباتية والحيوانية.